من أسوأ الأشياء في الزمن ده. في ناس كتار والله طيبين، وناس احترموا النصوص، وناس يتأدبوا معاه، واحد في شدة العاطفة الشديدة تلقاه يقدم النص على هواه أو على عاطفته، ده زول طيب وده زول موفق وده زول الله بشره في القرآن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون، ما قال الذين يستمعون القول ثم يتبعون، فيتبعون طوالي بيتبع، فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طوالي تلقاه بيطبق الحق، ده زول فيه خير. حتى يا جماعة لو الزول جاهل واقع في أخطاء، كان جاهل ما دام إنه مجرد ما يسمع الحق بيقبله، ده زول كويس، لأنه الزول أصلا ولده جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما العيب الأكبر إنك تكون جاهل وإنت داير الحق؟ كونك إنت جاهل ودار الحق ده ذاته ما عيب، لكن العيب إنه الزول يكون جاهل ويبين له الحق ويصر على الجهل، على الجهل. طيب الآن من أسوأ ما يوجد أنك تجد الناس إلا من رحم الله يقدمون العادات وما قاموا عليه على نصوص الكتاب والسنة. يعني يقول لك أنا قمت كذا، يقول لك نحن قمنا كذا، أنت تدي الآية والحديث يقول لك لا ما نحن قمنا كذا. والمسلم يستسلم لأمر الله، يفعل الطاعة ويجتنب المعصية. زول يا جماعة يقدم النصوص، والله ده من أسباب الثبات على الدين إلى الممات. دار تكون ثابت كده وتموت على حسن خاتمة وتكون في خير طوالي، عود نفسك بس جاك حق طوالي تقبله، ولو 70 سنة انت عليه فهم خاطئ وقالوا ده حق، جابوا لك الحق ولو جابوا لك صغير، رجل صغير. كفار ديل ما كانوا بيجوا لأبي طالب ولا أبا طالب إن ابن أخيك، يعني ما بقول له إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن محمد رسول الله قال كذا وكذا، إن محمدا أو إن ابن أخيك، والدخوك والدخوك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين شنو عظيم. يا أخي عشان كده يشوف الأنبياء دل كانوا متواضعين. سليمان عليه السلام جاءوا كلام من طيرة، طيرة ما قال يا أخي طيرة سايم شكا، قال سننظر أصدقت أم كنت. خليك متواضع، وقف جيش كامل عشان نملة بس. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم شنو يشعرون. إذا تنملة محترمة، ابن القيم قال النملة دي اعتذرت لهم ذاته، يعني قالت كان حطمون الناس ما حاسين بينا، اعتذرت ذاته قالت ما تزعلوا كان حطمون، لكن كذا خشوا سريع. الله قال فتبسم ضاحكا من قولها. لكن إنسان دائما يقبل الحق تقول ده وليد صغير ولا ده عدو لي ولا كذا وكذا وكذا وكذا. اقبل الحق ولو جاءك من بغيض، زول بغيض لك جاب لك الحق اقبله. عشان كذا القرآن ده دائما يحق الحق ويبطل الباطل، حتى ولو قال الحق اهل الشرك ولو قالوا على انفسهم. الله قال واذا فعلوا فاحشة، كفار ذل، قالوا وجدنا عليها آباءنا، لا لقينا أباءنا بيعملوا كذا والله أمرنا بها. الصدق اللي قالوا الله خلاه رد على الباطل بتاعه الكذب الثاني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن الأولى ما قال شنو أبهاتكم ما، لأنه أبهاتهم فعلا كانوا يعني واقعين في اللخبطة. لذلك أنت دائما شنو تقبل الحق وترد الباطل.